السلام عليكم. إذا الجزء الثاني، مرحبا بكم في الجزء جو بونس غيكون إن شاء الله الأخير، الجزء الرابع والأخير. بالنسبة لزيرو إف فهو في زيرو كاري سينوس ألفا أو كاري على جي، لأن في الأخر آخر جزء حسبت لقيت هذه ولكن عاود نخلتها ما درتش أو كاري، دونك نتابعو فهي أو كاري. غنبدا. إذا السؤال الستة جو بونس هو نحسب أو بي، إذا سادسا نحسب لا بورتي اللي هو او بي اللي هي اكس بي. دونك غنكتب ان هنايا راه كاينين باش نحسب هاد المسافه هادي من هنايا حتى لهنايا، كاينين دو ميثود. لا ميثود السهله هي ان اكس بي اللي هي او بي تساوي جوج اكس اف، جوج اكس اف تساوي ماذا؟ تساوي ها اكس اف، دونك تساوي في زيرو كاري سينوس جوج الفا على جي. هاد جوج مع هاد جوج غتمشي غتبقى هادي، دونك هادي هي اكس بي. الطريقة الثانية هادي، لاحظوا معايا ملي تيكون زيد ملي البروجيكتيل غيوصل هادي هاد المنطقة، يعني هاد الجسم هذا غيوصل بي، شحال غيكون الزيد ديالو؟ يعني الزيد ديال اكس بي ايكال ا زيرو. غنرجع لديك المعادلة وغنكتب ان ديك ناقص جي الى قلت، دونك التعبير ديال زيد دو تي زيد دو اكس ايكال ا زيرو، نتوما غديروه. و طبعا غتعزل اكس غتلقى ان اكس بي عامل لشي حاجة عامل اكس بي زائد طنجونت الفا، هادشي كامل تساوي صفر. اكس بي ما يمكنلوش يساوي صفر هنايا لان او هو هادي صفر، دونك شكون اللي غيساوي صفر؟ غيساوي هذا صفر، هادي اكس بي، دونك ممكن تنتج اكس بي يعني ناقص طنجونت على ناقص هادي، وغتلقاو نفس النتيجة. دونك ولا ما نعاودها، عاودها الى عندكم شي سؤال. مرحبا. دونك كاين دو ميثود قلت مباشرة غندير تساوي دو اكس اف، ولا غنستعمل زيد دو اكس بي تساوي صفر. هذا هو هي السؤال الثاني ديال لا بورتي. دائما في سؤال 6 قالوا لي كاين لا فالور دو الفا بور لاكيل لا بورتي اي ماكسيمال، يعني شحال لا فالور ديال الفا باش تكون هادي كبيره. عندي كذلك دو ميثود، اذا في هذه حتى هي كاينين دو ميثود. غندير وحده وانتم غتستنتجوا الاخرى. لا بروميير ميثود هو انه باش يكون هادي ماكسيمال، يعني اكس بي باش يكون ماكسيمال خاص تنعرف ان السينوس جوج الفا محصور بين ناقص واحد وواحد، دونك هذا باش يكون ماكسيمال يسوفي ان هذا يساوي واحد، لان اكبر قيمه لان هذا يتغير بشكل يعني تقولوا بروبورسيون بروبورسيون شنو نسمى تناسب اضطرادي ديريكت، ولا بروبورسيون ديريكت كاين بروبورسيون انفيرس جو بونس. هذا ديريكت يعني تناسب اضطرادي، يعني كل ما تزيد سينوس جوج الفا تزيد اكس بي، دونك هادي الى خدا هذا لا فالور ماكسيمال تا اكس بي غياخد لا فالور ماكسيمال، وبالتالي لا فالور ماكسيمال دو الفا سي لا فالور بور لاكيل سينوس جوج الفا ايكالا كوا ايكالا واحد، بمعنى ان هذه غنحل المعادله سينوس جوج الفا ايكالا سينوس ماذا؟ شكون هي السينوس ديال هو بي على دو تساوي بي على جوج، يعني انه جوج الفا تتساوي بي على دو زائد دو كابي، وغناخدو كا تساوي صفر دونك تساوي بي، ولا جوج الفا تساوي ناقص يعني تساوي بي الفا بي ناقص الفا، يعني بي ناقص دو الفا، و هي نفسها في الحقيقة يعني بي ناقص بي على دو غنلقاو بحال بحال، إذا جميع الطرق غنلقاو نفس النتيجة. دونك غناخدو حنايا جوج ألفا تساوي بي على دو، يعني أن ألفا تساوي بي على أربعة، دونك الزاوية بور لاكيل لا بورتي ماكسيمال إي ألفا إيكالا بي سوغ كاتخ. الطريقة الثانية هي الطريقة الأولى غتلقاو فيها بي سوغ كاتخ. الطريقة الثانية هي أنه باش تكون ماكسيمال، باش تكون اكس بي ماكسيمال اون فونكسيون دو الفا خص دي دو اكس بي على دي دو الفا تساوي صفر.
وهذه دي دو اكس بي سوا دي دو الفا، يعني غتندرو المشتقة ديال اكس بي بالنسبة لي الفا غتكون ان جوج في زيرو كاري كوسينوس، لان لا ديريفي ديال كوسينوس هي لا عفوا لا ديريفي ديال سينوس، يعني المشتقة ديال سينوس بارابور الفا هي كوسينوس، دونك كوسينوس جوج الفا على جي تساوي صفر. شكون اللي غيساوي صفر؟ هادو كاملين سي سون دي كونستانت، دونك شكون اللي غيساوي صفر؟ كوسينوس جوج الفا، يعني ان كوسينوس جوج الفا يساوي صفر. بنفس الطريقة شكون هي الزاوية اللي عندها كوسينوس ديالها تساوي صفر؟ هي بي سور دو ولا ناقص بي سور دو، دونك غناخدو بي سور دو، دونك جوج الفا تساوي بي سور دو، دونك الفا تساوي بي سور اربعة. دونك هذا هو الجواب ديال السؤال السابع والأخير، هو أنه قالنا عطانا بغينا نوصلوا لواحد لو بوان، مثلا الجيش بغى يصيفط واحد الصاروخ لواحد لو بوان، يعني الهدف ديالو كاين هنايا هاد لو بوان، لي كوردوني ديالو هي زيد دو بي تساوي صفر و اكس بي تساوي 3 كيلومتر، يعني الهدف يبعد بثلاث كيلومترات. بغينا في زيرو هي 2000 متر سكوند موان زان سرعة البدئية اللي غنعطيوها لديك البروجيكتيف، والجي 9.8 شحال هي الفا باش يوصل لهاد النقطة هادي، باش يوصل لهاد النقطة غنجيو اكس بي، يعني ان اكس بي اللي هو او بي بحال اللي هو قلنا انه تساوي في زيرو كاري سينوس جوج الفا على جي، شحال تساوي؟ تساوي قلنا في هاد الحالة هادي 300، دونك يعني علاش تنقلبو؟ تنقلبو على الفا من بعد غنديرو تساوي، يعني هادي غنستعملو هادي تنقلبو على الفا، يعني سينوس جوج الفا تساوي اكس بي فوا جي على في زيرو كاري. دونك تنحسبو هاد جوج الفا غنعتبروها واحد الزاوية اللي هي مثلا بيتا، غير اعتبار يعني سينوس بيتا تساوي هادي، تطبيق عددي، إلا درت التطبيق العددي غنلقى اكس بي هو 3 كيلومتر، يعني 3000 كيلومتر فوا 9.8، لان خصنا نحول المتر باش تكون الوحدة عالمية، مقسوم على 200 متر هي 4000، يعني او كاري هي 4000 مقسوم على 4000، غنعاود عندي شي خطأ، هي 3000 فوا 9.8 تساوي ديفيزي بار شحال؟ 40000، ماشي 4000، هي مقسوم على 40000، لأن هادي فوا جوج هي 40000، واحد جوج ثلاثة تساوي 0.73، دونك 0 تساوي 0.73 خمسة. غادي نشوف أركسيونيس ديال هادي، الأركسيونيس ديال هادي، يعني غندير سينيس موان زان، غنقلب دونك غندير شيفت سينيس موان زان ديال 0.735، وغننتبه راه عندي دوغري، دونك ديك الزاوية اللي لقيت غنلقاها بدوغري تساوي 47، ولكن عندي جوج، يعني أن جوج ألفا تساوي 47، دونك غنقسمها على جوج شحال؟ 23.65، دونك ألفا تساوي 23.65. بمعنى إلا بغيت نوصل للهدف ديالي اللي هو هذا بسرعة بدائية 200 متر، واعتبرنا جي كونستونت تساوي 9.8، وهذه المسافة تتبعد ب3 كيلومتر، خصني هذا البروجيكتيل ديالي نعطي ناخذ الزاوية 23.65 ونعطيه سرعة بدائية اللي هي 200 متر سكوند موزان. إذا شكرا على انتباهكم، إلى فرصة قادمة إن شاء الله.